تكتفي بأن تكون ناجحاً ولا متفوقاً ولا متميزاً، كن صاحب السبق والريادة. مشروع مبادر من أنجح المشاريع، ليس فقط على المستوى الإعلامي ولكن على مستوى المجتمع وعلى مستوى الدولة. اليوم وزارة الإعلام تقدم الدعم وشريكة مع وزارة الشباب، شريكة مع القطاع الخاص، يقدمون كلهم الدعم لمشاريعك عزيزي المبادر. فقط عليك أن تبادر بتقديم الأفكار الخلاقة المبدعة، وسنتلقفها نحن في الإعلام، في وزارة الشباب، في القطاع الخاص، على مستوى الدولة، على مستوى المجتمع الكويتي. دائماً تأكد بأن هناك جهود تقف خلف أفكارك الخلاقة المبدعة. تقدم لك الدعم، تأخذ بيدك إلى مستقبل مشرق من أجل هذا الوطن. تلفزيون دولة الكويت داعم كبير جداً، ويقدم الدعم اللوجستي ويقدم الدعم المادي والدعم الإعلامي لأصحاب المبادرات مثل مشروع مبادر ومن في حكم مشروع مبادر. تأكد بأن المستقبل هو من يصنعه أنت عزيزي المبادر. الوطن له حق علينا، وهذا الذي نقدمه من أجل الوطن وأهل الوطن يبقى شيئا يسيرا، لأنه صاحب العطاء الكبير. فأرجوك لا تتردد في أن تكون دائما المبادر وصاحب السبق، لكي نحول الشعار الجميل لحضرة صاحب السمو الأمير شيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، الذي يضع الشباب دائما نصب عينيه في كل حركاته وفي كل سكناته وضمن أولوياته الشاب والإنسان الكويتي. فلتكن أنت ذلك الإنسان الكويتي الذي يأخذ هذا الوطن إلى المستقبل المشرق. نحن في شركة صناعة الكيماويات البترولية نسعى لرعاية المبادرين في الصناعات التحويلية. في صناعة الكيماويات البترولية هناك قيمة مضافة للصناعات التحويلية، ولذلك عملنا مع مبادر ثلاثة لتشجيع الشباب لإيجاد صناعة لزيادة القيمة المضافة لمواردنا الوطنية. بسم الله الرحمن الرحيم. شرفنا اليوم نكون متواجدين معاكم بالتحدث عن المسؤولية المجتمعية في شركة إكويت للبتروكيماويات. تعتبر المسؤولية المجتمعية في شركة إكويت ركيزة من ركائز الاستراتيجية للشركة. المسؤولية المجتمعية في شركة إكويت بدت من 2005 وامتدت إلى هذا اليوم، وشملت مبادرات عديدة ومتنوعة تواصلت مع المجتمع على مختلف جهاته. فهناك مبادرات خاصة في البيئة وتركز في ما يخص انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الجو، حيث قامت الشركة بمبادرتين كبيرتين بتقليل الانبعاث لثاني أكسيد الكربون لأقل درجة. كذلك قامت الشركة بتدوير مياه التشغيل، بحيث كان في السابق نقوم باستخراجها إلى الماء ماء البحر، وأما الآن فنقوم باسترجاعها بالتشغيل نفسه. كذلك هناك العديد من المبادرات الخاصة بالمجتمع، منها مبادرات خاصة بالبيئة وخاصة بالصحة، وكذلك لنا مشاركات متنوعة مع جامعة الكويت ومع المعهد الكويت التطبيقي وجهات أخرى. كذلك عندنا مبادرات خاصة في المجتمع نفسه، بحيث نقوم بمبادرات سنوية بالتوجه إلى الأسواق العامة وكشف سواء المقيمين أو المواطنين. كان عندنا مبادرة خلك طبيعي واحد، وهي خاصة بأمراض السكر، وخلك طبيعي اثنين الخاصة بأمراض الضغط. كذلك عندنا مبادرة خلك سالم، وهي مبادرة تعني بأمان وسلامة المواطنين سواء في البيوت أو في الشقق أو في غيرها. وهالسنة يشرفنا صراحة تواجدنا معاكم في هذه المبادرة، مبادرة المبادر، بالتعاون مع شركائنا شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة داو البتروكيماويات وشركة إكويت، حيث أننا نقدر هذه المبادرة لما لها من اتجاه وصدى يعكس حرص هذه الشركات
على تشجيع المبادرين فيما يخص الصناعة وما شابهها، وإحنا سعيدين كذلك بهذه المبادرات بحيث تطور من أعمال الشباب في دولة الكويت من حيث الاختراعات والتوصل إلى حلول فيما يخص الصناعة، وإن شاء الله تكبيرها أكبر من موضوع الصناعة إلى موضوع تجاري ينعكس بالأخير على الدولة بمختلف أنواعها. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في الحلقة الأخيرة والمحطة النهائية من برنامج المبادر 3. تنافس المبادرون في عرض رؤاهم وأفكارهم ومشاريعهم، وفي الحلقة الماضية كان آخر تقييم ودرجات، اليوم سنعلن أسماء الفائزين المبادرين الفائزين، ونرحب ابتداء بكل ضيوفنا الكرام الذين شاركونا الليلة في هذه الحلقة. الحقيقة كانت المنافسة شديدة، وأبدع الشباب قدموا مشاريع ممتازة وأفكار ممتازة، وكان واضح لديهم الشغف والطموح الكبير والتطور في القدرات التي بإذن الله ستساهم في إنجاح مشاريعهم، ونتطلع إلى أن نراهم رجال وسيدات أعمال في المستقبل من النوع الذي نفخر به في هذا البلد الحبيب وهذا البلد الكريم. أنا شخصياً يعني استمتعت بالحلقات السابقة والمنافسة والروح الجميلة التي عكستها المنافسة خلال مشوار المبادر 3، وأعتبر أن كل المبادرين الذين تقدموا في هذا البرنامج بمشاريعهم ورؤاهم حقيقة وليس مجاملة أعتبرهم أنهم كلهم فائزين، لكن تعرفون في النهاية يجب أن نختار من نظن أنهم الثلاثة الأفضل أو الأقرب إلى النجاح، لكن أنا فعلا أريد باسمي واسم اللجنة الكريمة أن نهنئهم على مبادرتهم، على جرأتهم، على طموحهم، ونتمنى لهم بإذن الله تعالى كل التوفيق والنجاح في مستقبلهم، وأن يشاركوا في تنامي وتطور المسيرة الاقتصادية في هذا البلد. أريد أيضا من إخواني أعضاء اللجنة أن كل يقول كلمة بهذه المناسبة. تفضل دكتور سلمان العجمي. أنا والله سعيد جدا أني كنت يعني طول الفترة اللي هذه كنت عضو بلجنة التحكيم ويا ما شاء الله إخوانا فاضل محكمين، يعني فعلا استفدنا منهم، استفدنا أيضا من الإخوان المبادرين، يعني أكثر من استفادتهم أعتقد منا، يعني ما أعتقد أن فيهم أحد خاسر، بالعكس الكل فايز، والفايز الأكبر للكويت، والتمايز بينهم أعتقد كان بالمشاريع وليس بشخصهم الكريمة، بالعكس كانوا كلهم ما شاء الله عندهم الطموح والرغبة والثقة، وقدموا مشاريع ما شاء الله يعني ناجحة، واختيار كان جدا صعب بين مشاريع الشباب، وهذه نوعية الشباب الكويتي اللي نفتخر فيها ونطمح أن تكون موجودة ما شاء الله. وأعتقد اليوم تعاون القطاع الخاص، تعاون مؤسسات المجتمع المدني، تعاون شركات القطاع النفطي كلها لدعم الشباب ولدعم العقول الكويتية الشابة، فالحمد لله والشكر أثمرت إن شاء الله اليوم عن مشاريع راح تكون نواة لمبادرات إن شاء الله مستقبلية. ومرة ثانية أحب أشكرهم ونقول للي ما حالف الحظ ترى أنت فزت، وإن شاء الله القادم أفضل. المهندس طارق جعفر تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة خلال الحلقات الماضية شفنا منافسة شديدة بين المبادرين، خلاصة الشباب 8 اللي كانوا يتنافسون في المسابقة النهائية لمبادر 3، كانت المنافسة حامية، وأنا صراحة شفت خلال وراء الكواليس العمل الجماعي عندهم، يعني هم متنافسين ولكن أيضا كانوا يعملون عمل جماعي،
فهذه صراحة روح العمل الجماعي وروح المبادرة هذه شيء جيد في شباب مبادر للمشاريع الصناعية. وأقدم نصيحة للشباب، النصيحة الفوز مو بالنتيجة، مو بالأرقام، الفوز بالحياة العملية، الفوز بالتدريب، بالتعليم اللي تعلمته خلال الفترة اللي طافت. أنا صراحة تعلمت كثير من 8 مشاريع جديدة أول مرة أعرف عنها، في شغلات باتنتد، شباب عندهم باتنت، وهي شغلات صراحة تفرح وتثلج الصدر في وجود شباب كويتي مثلكم. فنصيحة نهائية، الليرنينج اللي تعلمته هني هو الفوز، هي مو النتيجة النهائية، النتيجة النهائية في حياتك العملية إن شاء الله. احنا نتمنى لكم التوفيق في حياتكم العملية جميعا. تفضل أستاذ خالد الروضان. طبعا شكرا أبو حمد، يعني في البداية أنا أحب أهنئ الوطن وأهنئ الاقتصاد الكويتي بهذه الكوكبة من الشباب، وفعلا ممكن احنا يعني ما حصل أثناء البرنامج أن قدرنا نمدحكم ولا، لكن فعلا أنا شخصيا يعني فخور فيكم بما تعنيه الكلمة. شباب راقي على فهم، كانت هناك منافسة راقية مثل ما تفضل بمصعب، فعلا لقينا هناك تعاون. أيضا أهنئ وزارة الإعلام على مساعدتها هذه البرامج المتنوعة اللي تفيد أيضا، يعني أنتم ما راح تفيدون نفسكم بعد، راح تفيدون هذا النقاش والمسابقات اللي صارت والكلام راح يفيد المشاهد. وأتمنى لكم كل التوفيق بحياتكم العملية، وأتمنى نرى هذه المشاريع على أرض الواقع لأن تفيد البلد بالأول والأخير وتفيد هذا الشباب الطموح الموجود. مبروكين كلكم إن شاء الله. شكرا لإخوة أعضاء اللجنة على الكلام الطيب. الآن الأخ الأستاذ منذر المعتوق سيقدم الضيوف لإلقاء كلماتهم، ضيوفنا في البرنامج. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ضيوفنا الكرام، جهات الرعاية الحكومية والقطاع الخاص والمشاركة، أساتذتي لجنة التحكيم وإخواني المبادرين وجميع الحضور المبادرين، شكرا لكم. اليوم يمكن ننتهي في أحد أهم مراكز تطور الشباب الكويتي ومراحل العمل الحر والمشروعات الصغيرة في الكويت من خلال برنامج مبادرة 3، يمكن اليوم راح ينتهي إن شاء الله في مسيرته للعام الثالث على التوالي. صراحة هو يشعرنا بكل فخر، بكل فخر لما يتميز فيه الشباب الكويتي، بما يقدمه أبناء هذا الوطن لهذا الوطن، بما تقدمه الدولة أيضا لشبابها، شباب الكويتي وعلى رأسهم تلفزيون الكويت مشكورين، وجميع قطاعات الحكومة الأخرى. فشكر لكم من القلب، شكر لكم بالبداية وشكر لكم أيضا في النهاية. إذا سمحتوا لي لجنة الحكام سأترك المجال الآن للإخوان من الجهات الراعية لتقديم كلمتهم في مناسبة انتهاء برنامج مبادرة 3. وتفضل الأستاذ يوسف مصطفى الوكيل المساعد لشؤون التلفزيون في تلفزيون الكويت يلقي كلمته، فتفضل. مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أبدأ بآية كريمة، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أنا شخصيا أشعر بفخر كبير، بسعادة غامرة، لأنني أمام أناس يعملون الفكر، الفكر الإيجابي. أخذت أدقق بكلمة المبادر، أتمعن فيها طويلا، وجدت أن المبادر هو ذلك الإنسان الذي تميز عن غيره من بني جنسه، سواء كما ذكر دكتور سعد كنت من أوائل المبادرين، ويشهد الله على ذلك بصفتي رئيس لجنة المنتج المنفذ، أعضاء اللجنة الموقرين، سادة الحضور المبادرين، من أوائل من دعم المبادر 3، لأنني لمست في المبادرة 2 الحقيقة ذلك المشروع الوطني
بارك الله فيكم، لكم كل الدعم إن شاء الله، وهذا عهد وأمانة والأمانة مسؤولية. بارك الله فيكم، وإن شاء الله نحتفل إعلامياً بفوزكم ونقدمكم للمجتمع الكويتي كزهور يانعة وأشجار وارفة الظلال تطرح ثماراً حلوة المذاق. شكراً لكم. الآن سأترك الكلمة للشباب من وزارة الدولة شؤون الشباب، تفضل السيدة جمان عبد العزيز الصقر، تفضل مشكورة، لقاء كلمتها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن وزارة الدولة لشؤون الشباب ممثلة في معالي الشيخ سلمان الحمود الصباح تسخر جميع إمكانياتها في خدمة الشباب واستثمار طاقتهم لخدمتهم وليسهموا في الارتقاء بوطننا العزيز. فشكرا لجميع القائمين في المبادر ثلاثة، فهم خير مثال للشباب، وشكرا. كل شكر أيضا لوزارة الشباب لدعمها المتواصل لمبادر في السنة الثالثة على التوالي. الآن كلمة شركاء الحاضنين الحصريين لمشروع مبادر ثلاثة، والآن تفضل ممثل شركة صناعة كيماويات البترولية الرئيس التنفيذي المهندس أسعد أحمد السعد لقاء كلمته، وتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. مبادر ثلاثة توافق استراتيجية الشركة ممثلة بالقطاع النفطي. عند مقابلتي للأخت أبرار المسعود في البداية للتعريف على مشروع مبادر، سعدت لكون مبادر تفعيل برامج الخدمة المجتمعية وإعطاء الشباب فرصة لتنفيذ مبادراتهم من خلال مشاريع لتنفيذها على أرض الواقع، من مشاريع لزيادة القيمة المضافة للموارد الوطنية من صناعات تحويلية. طبعاً الرعاية لشبابنا من أهم مسؤولياتنا، لأنهم حجر الأساس لرفعة الوطن. يسعدني وجودي اليوم لحضور نتائج دورات مبادر، ويسعدني أكثر حضور الشباب والشابات المبادرين، وأتمنى لهم التوفيق والنجاح والكويت وللكويت الرفعة والازدهار بهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن قل الكلمة لشركة إيكويت، وتفضل سيد محمد آل بن علي لإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. شرفنا اليوم حضورنا معاكم في برنامج المبادر، ويسعد شركة إيكويت وشركائها كذلك شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة داو بدعم هذا البرنامج لما له من صدى مؤثر وصريح وقوي فيما يخص الشباب وأفكارهم ومبادراتهم. ونحن كشركة صناعية نفخر بتواجد شباب الكويتي اليوم طرح مبادراتهم وأفكارهم لما لهذا من عائد، ليس فقط لأشخاصهم الكريمة وإنما عائد إلى الوطن على المدى البعيد. وشركة إيكويت بمبادراتها للمسؤولية المجتمعية خلال السنوات دائما داعمة لقطاع الشباب، سواء كان في الجامعات أو في المعاهد أو غيرها، ويشكل الابتكارات ركيزة أساسية من ركائز الاستراتيجية بعيدة المدى في شركة إيكويت. ونطمح نحن في صناعة إيكويت البتروكيماويات أن تمتد هذه الأفكار إلى الصناعات اللاحقة فيما يخص البتروكيماويات. ونخص بالشكر القائمين على برنامج المبادر، وكذلك إلى لجنة التحكيم، وإلى المبادرين أنفسهم الذين نتمنى لهم دائم النجاح، ليس فقط في هذه المبادرات التي سوف يقدمونها لنا، وإنما إلى في مجال الصناعة والمجال التجاري اللاحق لها. ولهذا نشكركم، والتوفيق للكل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. الآن أدعو السيدة رنا عبد الرحيم ممثلة شركة داو، تفضل مشكورة.
Hello and good evening everyone. مساء الخير جميعا. اولا اود ان اشكر لجنة التحكيم المميزة ومبادرونا على مجهودهم العظيم والرعاة كشركة بي اي سي وشركة اي كويت ووزارة الاشغال. وانا كممثلة لشركة داو اود ان اقول اننا سعداء لرعاية برنامج المبادر ولمجهودهم العظيم لانجاح مشاريع المبادرين. بالنهاية اتمنى التوفيق للجميع. Thank you very much. ايضا قطاعات الدولة المختلفة تقدم دعمها ومساندتها من خلال الهيئات المستقلة وشبه المستقلة، وعلى رأسها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من خلال قدمة الورش والأماكن اللي دربوا فيها المبادرين خلال برنامج مبادر 3. فلتفضل السيد عبد الله الفوزان إلقاء كلمته نيابة عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، فلتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالبداية نشكر البرنامج أو القائمين على برنامج المبادر 3 وعلى رأسهم طبعا لجنة التحكيم الكريمة والمبادرين صراحة المتسابقين. طبعا رعاية مسابقة مبادر وبرنامج مبادر تأتي من حرص الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وقطاع التدريب على وجه الخصوص على إبراز المهارات التقنية والحرفية وتحفيزها ودعمها بالإمكانيات المتاحة من أجل صقلها وإنجاحها. وحرص الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وأحد أهدافها هو ما يسمى بالقيمة المضافة، تبنتها من كذا سنة طبعاً الأدد فاليو، وخاصة في المجالات التقنية والحرفية. فاليوم طبعاً من خلال الحفل الختامي، وصراحة شيء مؤسف، ونتمنى إن شاء الله أنه يتكرر، ونتمنى إن شاء الله مشاركات أكبر وفاعلة أكثر إن شاء الله في نفس الصدد ونفس المجال. نشكركم جزيلا ونتمنى لكم التوفيق. شكرا. في عام 2004 انشأت أول حاضنة في الكويت للمشروعات الصغيرة، وهي حاضنة الشويخ الحرفية، وكانت فكرة غريبة أنا ذاك يعني في 2004، ولكن أثبت الشباب الكويتي أن متى ما فتح المجال أمامه أن يكون سباق ويغتنم الفرص ويحقق بخلالها النجاحات المنشودة ويخلق لنا قصص نجاح نفتخر فيها أيضا من خلال مسيرة العمل الحر والمشروعات الصغيرة في دولة الكويت. فضل الأخ عبد الله الحمادي من حاضنة شويخ الحرفية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي لإلقاء كلمته. السلام عليكم. أول شيء يشرفني حضوري معكم في برنامج مبادر 3. احنا كحاضنة شويخ الحرفية نوفر الدعم عن طريق احتضان المشروع لمدة 3 سنوات من خلال تقديم 3 ورش، وتكون هذه 3 ورش مساحاتها تتناسب مع طبيعة المشروع المقدم. وشكرا. لكل مشروع مثلث، أنا عادة نطلق عليه المثلث الذهبي، الفكرة والمبادر والتمويل. طبعا ما نستغني عن خلال مبادر 1، 2، 3 عن محفظة تمويل المشروعات الصغيرة البنك الصناعي، المشكورين قدموا الدعم لكل مبادريننا سواء في هذا الموسم أو المواسم السابقة. فيتفضل الأستاذ سليمان المضاحكة من محفظة البنك الصناعي. بسم الله الرحمن الرحيم. مساكم الله بالخير جميعا. في البداية أحب أشكر أسرة مبادر 3 ممثلة في لجنة التحكيم واللجنة الاستشارية على الجهود الطيبة اللي قدموهم في هذه السنة 3 على التوالي في برنامج المبادر. وأيضا أحب أشكر وأهني المشاركين المبادرين بأفكارهم الممتازة والجيدة اللي شفناها في هذه السنة، وأتمنى لهم التوفيق في مشاريعهم وأفكارهم، وأن ينقلونها من الأفكار والأحلام إلى أرض الواقع وتصبح نجاحات إن شاء الله مكتوبة في المستقبل. نحن بنك الكويت الصناعي الذي يدير محفظة الصناعة للمشاريع الصغيرة نعلن إن شاء الله للفائزين في المراكز 3 الأولى، وأيضا اللي ما حالفهم الحظ إن شاء الله نقدر ندعمهم ماليا ونقدم التمويل اللازم للقيام بمشاريعهم وتحويلها إلى أرض الواقع بإذن الله. ويعطيكم ألف عافية وما قصرتم على المجهود الطيب. أيضا لا يسعنا إلا ندعو الإخوان في الهيئة العامة للصناعة والأستاذة نجمة حيدر كرم لإلقاء كلمتها بمناسبة مبادرة 3 والخدمات اللي تقدمها الهيئة العامة للصناعة للمبادرين المشروعات الصناعية. تفضلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هي العمل الصناعي دائما تشجع اصحاب المشاريع الصغيره واصحاب المبادرات واصحاب المشاريع الافكار المبدعه. وامانه في الحلقه هذه او في المبادره رقم 3 قابلنا نخبه من الشباب المبدعين اصحاب افكار مبدعه وافكار متميزه وافكار امانه حتى كانت جدا صعبه المقارنه بينهم. ونتمنى لهم ان شاء الله التوفيق والنجاح ان شاء الله، والله يبارك لهم ويوفقهم. أخيراً وليس آخراً، تفضلون الإخوان الرعاة الإعلاميين لنا من جريدة الأنباء السيد ثامر السليم، تفضل مشكوراً. بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعاً. في البداية حرصت جريدة الأنباء على تغطية هذا المشروع الشبابي الذي بزغ من أول سنينه وأول باكورته، حرصت الأنباء على تغطية هذا المشروع وهذه الفعاليات وهذه الأنشطة الشبابية التي يفخر فيها المجتمع حقيقة، ويفخر فيها كل كويتي أن يجد ثلة من الشباب حرصوا على أن يكونوا بهذا الجهد وهذه المستوى وهذه العينة. نتمنى جميعا أن يكونوا شبابنا مثل هذه الكوكبة الطيبة. عندي 4 رسائل. الرسالة الأولى أحب أوجهها إلى القائمين على مبادرة على مشروع المبادر رقم 3، لهم كل الشكر والتقدير، فلولا التنظيم ولولا التنسيق ولولا الترتيب لما كانت هذه الوجوه موجودة. الرسالة الثانية أوجهها لهؤلاء الشباب، لهؤلاء الكوكب الذين نفتخر فيهم ونضعهم حقيقة على رؤوسنا، لكم كل الشكر والتقدير، واستمروا في طريقكم وإن شاء الله الجميع معكم ويدعمكم. الرسالة الثالثة أوجهها لإخواني في لجنة التحكيم، أساتذتنا الفاضلين ودكاترتنا، لهم كل الشكر والتقدير على تخصيص جزء من وقتهم، فلهم كل الشكر والتقدير وعساكم على القوة. الرسالة الرابعة والأخيرة أوجهها لإخواني الرعاة والإعلاميين ووسائل الإعلام، لهم كل الشكر والتقدير على دعم هذه المشاريع الشبابية ولهذه الكوكبة الطيبة التي حقيقة نفتخر فيها، ونتمنى أن يقتدوا ويحتذوا هؤلاء الشباب. كذلك نتمنى القطاع الخاص أن يدعم بقوة أمثال هذه المشاريع وهذه الكوكبة الطيبة. ختاما ومعذرة للإطالة، أتمنى لكم التوفيق وعساكم على القوة وشكرا لكم. عندما انتهينا من الموسم الثاني التقوا المبادرين بحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح حفظ الله، وكانت توصيته ورغبته السامية أن يكون مبادر 3 هو صناعي. كنا سعيدين بهذه الرغبة السامية، ولكن كان يخجلنا نوع من التحدي مع الشباب الكويتي أن يكون صناعي بحت، ولكن ثقة حضرة صاحب السمو في الشباب الكويتي دائما كانت كبيرة وقوية. فعندما أعلننا عن مبادر 3 تفاجأنا بأعداد المشاريع التي تقدمت لمبادر 3، والآن يقف بين أيديكم 8 من النخبة الأفضل حسب ما مروا في مراحل طويلة من مبادر، من خلال تدريب صناعي، مركز الأعمال، عشنا دراما، عشنا أكشن، عشنا فرح، عشنا زعل، عشنا إحباط، عشنا تفاؤل كبير. أنا سأترك أخيراً، قلت مساء وآخراً، سأترك آخراً للدكتور سعد البراك لإعلان النتائج، واللي أعتقد أن الكل الآن على حر من الجمر لانتظار هذه النتائج. أنا أدري ما حد ما يدري فيهم من الأول من الثاني من الثالث، لأن المنافسة كانت مثل ما تفضل الدكتور سعد في البداية شديدة وصعبة، والفرق يدوب شيء بسيط. أتمنى أن تكون إن شاء الله توقعات شخصيا ودي كلهم يفوزون، ولكن هي نظام المسابقة يجب أن يكون أول وثاني وثالث. تفضل دكتور سعد، ومشكورين على وقته ما قصرت. تفضل آنسة أبرار المسعود. السلام عليكم. السلام. حابة اليوم أني أهني نفسي والشباب الكويتي جميعا في نجاح هذا الموسم الثالث من المبادر، وهو مشروع وطني لدعم الشباب الكويتي وتنمية قطاع المشاريع الصغيرة. طبعا في البداية حابة أني أشكر، والشكر لا يوفي، كل من دعمنا في هذه المبادرة سواء من الموسم الأول والثاني والموسم الثالث أيضا. حابة أني أشكر وزارة الإعلام ممثلة في معالي الشيخ سلمان محمود الصباح والوكيل المساعد السيد يوسف مصطفى على دعمهم الدائم والمستمر للثلاث مواسم من برنامج المبادر والمشروع الوطني المبادر. حابة أني أشكر وزارة الشباب على دعمها للسنة الثانية على التوالي لهذا المشروع،
وطبعا أخص بالشكر للشريك الحاضن الحصري اللي بدعمه لنا حصلنا على التميز لهذه السنة في المبادر، التميز لقطاع المشاريع الصناعية، التميز في كل ما يعني من دعم للشباب المشارك ودعمنا يعني نحن كإدارة المشروع وهم الشركاء الحصري الحاضنين الحصري لهذا المشروع، شركة البتروكيماويات، شركة الكيماويات البترولية البي آي سي وشركة إيكويت وشركة داو، نشكركم شكر جزيل. وطبعا أيضا نشكر الجهات الحكومية الداعمة اللي دائما تمد لنا يد الدعم، نشكر البنك الكويتي الصناعي ونشكر الهيئة العامة للتعليم التطبيقي على دعمها الكبير لهذه السنة، وأيضا نشكر المركز صباح الأحمد للإبداع والموهبة، ونشكر الهيئة العامة للصناعة على دعمها المستمر من السنة الأولى معنا، وأيضا نشكر الرعاة الإعلاميين جريدة الأنباء والرأي سواء الجريدة أو التلفزيون. أشكر طبعا والشكر لا يوفي حق اللجنة، اللجنة الاستشارية، يمكن بعضهم موجودين وبعضهم غير موجودين الآن معنا، وأشكر لجنة التحكيم، أشكر الدكتور سعد البراك على جهده ووقته وإبداعه في هذا البرنامج الدائم، أشكر الدكتور سلمان العجمي على يعني نصائحه خلينا نقول للشباب المشاركين معنا، أشكر المهندس طارق جعفر على حكمته الدائمة في هذا البرنامج ونصائحه للشباب الكويتي، ونشكر الأخ المبادر والمعطاء الأخ خالد الروضان، طبعا خالد من الناس اللي داعميننا أيضا من الموسم الأول. يعني هذا أشكر المبادرين اللي هم يعني حرصوا على جهدهم ووقتهم والتعب والضغط اللي هم كانوا فيه، ولكن أصروا على أن يكملون ويحققون حلمهم. كل شاب كويتي عنده حلم، وهذا الحلم هو عبارة عن مشروع، هذا المشروع يكمل تنمية للكويت، يعني الكويت تستاهل أن كل شاب كويتي يعطيها من فكرة ووقته لتنمية هذا البلد. وشكرا جزيلا. طبعا أيضا في جنود مجهولين، حابة أني أشكر الإخراج والتصوير والإعداد وكل الطاقم اللي موجودين معنا في هذا البرنامج، شكرا لكم. شكرا إن شاء الله. نصل الآن إلى ما يترقبه الجميع في إعلان الفائزين الثلاثة. نحن سنبدأ بالإعلان من المركز الرابع، لكن الفائزين هم الثلاثة، ثم المركز الثالث، ثم المركز الثاني، ثم المركز الأول. هناك أكيد فروقات في وجهات النظر من حيث النظر إلى كل عنصر أو كل معيار لوحده. نحن اجتهدنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد أصبنا ولم نظلم أحد. وعلى العموم أريد أن أذكر بما قلته ابتداء أننا بحق نعتبر أن الشباب الذين هم في هذا السن المبكر ما شاء الله بهذا الطموح بهذا الأمل بهذه الهمة العالية بهذا الصبر والمثابرة والمخاطرة والشغف بالمغامرة نعتبرهم الحقيقة كلهم فائزين. فهذه أول خطوة على طريق النجاح بإذن الله العملي والتجاري. في النهاية هذا برنامج يهيئ، يعلم، يفتح الطريق، يفتح العين، يفتح القلب، ليتدارك الإنسان المبادر أشياء مهمة جدا أو علامات الطريق في السير نحو المستقبل. ونبدأ بإعلان المركز الرابع، ثم ننتقل إلى المراكز الثلاثة الأولى بطريقة عكسية. تفضل أستاذ خالد الروضان. أنا أشكرك دكتور أبو حمد أنك يعني يوم طلبتك تعفيني من ذكر المراكز قال أنت ما راح تختار أول ثلاث مراكز، راح تختار الرابع.
لأن القلب الصغير لا يحتمل أمانة. تعلينا بكل المشاريع، هو الرابع أو خلينا نقول لك آخر الخاسرين هو رجل يهوى الجنون، لا يعرف المستحيل، لا يكل ولا يمل، يخلق من العدم قيمة، دائما سقط كثيرا لكنه ينهض، دائما هو الواضح، كلامه ما قل ودل، هو الصادق عبد الله صادق. مركز الرابع. حقيقة صادق، يعني أريد أن أشيد بيك مشروعا وروحا وعرضا. حقيقة الوضوح والقوة عندك كانت عالية جدا، ربنا يوفقك إن شاء الله ويبارك لك بإذن الله تعالى. يتفضل المهندس طارق جعفر عضو لجنة التحكيم بإعلان الفائز بالمركز الثالث. المبادر اللي فاز بالمركز الثالث هو نشيط، وهذا ينطبق عليكم كلكم، مبادر ينطبق عليكم كلكم. اللي قاله أبو ناصر صراحة أنا أشوفه ينطبق عليكم كلكم، مبادرين، مثابرين، مجتهدين، أحباء. فاللي فاز بالمركز الثالث هو الحبيب صلاح الحبيب. ننتقل الآن. صلاح، تعرف أنا كل مرة كنت أقول لك الأول ما تدش هلا بالحبيب، يعني شهادتي فيك مجروحة، مبروك وتستاهل الحقيقة. ننتقل إلى المركز الثاني أعاننا الله، الذي سيعلنه عضو لجنة التحكيم، المركز الثاني الدكتور سلمان العجمي. تفضل. المركز الثاني نبي مقدمة رومانسية مثل شو اسمه، مثل خالد الرضوان أحسن منك يعني. المركز الثاني، المركز الثاني هو خلق أو راح يخلق علامة فارقة في النشاط اللي راح يدش فيه. هو أبهرنا، أقنعنا، كان واضح، مقنع، نشيط، مثابر، كان السهل الممتنع، وكان ما شاء الله يعني فعلا واضح في كل يوم، يعني نشوف في تطور مستمر من يوم إلى يوم. مرة ثانية اللي فازت الفكرة، راح يضيف قيمة ويخلق قيمة مضافة إن شاء الله إلى عالم الأمان لشبابنا، بعد الله سبحانه راح يحميهم بالمنتج اللي إن شاء الله راح نشوفه بشوارع الكويت. أحمد يونس مظفر. المتسابق الأول الذي حصل على أعلى تقييم في من اللجنة، الحقيقة رجل ذو حكمة واتزان عالي، ونصيحتي له أن يتخلى عن الحكمة والاتزان الزايد، لأن في عالم التجارة والأعمال المبادرين ما لم يكونوا مشاغبين وحسهم الفكاهي عالي جدا، تمام، وقدرتهم على جمع الناس بتأليف القلوب وقدرة القيادية هي كل الفرق أو كثير جدا من الفرق في أي مشروع تجاري ناجح. طبعا أنا بدأت بهذه الصفات حتى لأن لو أقول ميزات هذا الإنسان، حقيقة ميزاته كثيرة، وضوحه، جديته الكبيرة، المامة بتفاصيل، ولو أن الشيطان في التفاصيل، لكن في العمل التجاري ما في شيء اسمه شيطان في التفاصيل، التفاصيل مهمة جدا إن أردت أن تنجح في مشروع مبادر وجديد. والمبادر الذي فاز بالمركز الأول، هناك نصيحة أيضا أخرى لهذا المبادر الذي بإذن الله تعالى، وندعو الله سبحانه وتعالى نتمنى له مستقبل موفق. الحقيقة أنا واحد من الناس اللي ودي إن الله إن شاء الله سبحانه وتعالى يغنيه حتى إن شاء الله يصرف علينا، إحنا قربنا التقاعد ومؤسسة التأمينات ما يعني شو اسمه مو مقصرة، ولكن إن شاء الله يعني قاعدين نتقرب له طول المدة حتى نصير من ربعه يعني.
الفائز الأول هو المهندس المبدع سالم محسن العجمي. على الأقل بهذه قسمة شيل عني بعض اللي طيب. نبارك للمهندس سالم العجمي فوزه بالمركز الأول. تفضل أبو محسن. أولا الحمد لله وشكري على فضله، وثانيا أنا سعيد جدا بالنتيجة التي حققتها مع إخواني، ولآخر لحظات أنا لم أكن متوقع بسبب قوة المنافسة والعمل الجماعي اللي عملته مع الشباب، فكل تحية وتقدير والفوز للجميع، وإن شاء الله نحقق الفوز الأكبر في خدمة البلد عندما ننفذ هذه المشاريع بشكل إيجابي بناء يخدم المجتمع ويخدم البلد. هذه كلمة أوجهها للجميع، لكل المشاهدين في تلفزيون الكويت، أن احنا الشباب يقتنص الفرص لخدمة البلد، يحاول يحقق الأفكار عن طريق المبادرات والبرامج الإيجابية التي يعني نراها في حياتنا، من ضمنها البرنامج مبادر. أيضا تحية شكر لإخواننا الداعمين من الجهات الحكومية والخاصة، وأيضا كل الشكر للأخوة الاستشاريين مهندس مندر والمعتوق وغيره، والأخوة في لجنة التحكيم الذين كل ما ندخل عليهم نستعرض بعض النقاط نطلع بأفكار وإيجابيات، لهم كل تحية وتقدير. وأشكر الدكتور سعد على الكلمات، أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع، والشكر للجميع إن شاء الله. دكتور يعطيكم العافية ومبارك حق الفائزين، بس إحنا عندنا طلب أخير. عادة نكون في جائزة مميزة، لأن في علم المشروعات الصغيرة مبادئ المشروعات الصغيرة كل فكرة ممتازة، فكرة مشروع ممتازة تحتاج إلى مبادر ممتاز، وأيضا العكس صحيح، قد يكون المبادر ممتاز عند المهارات الانتربنورز، عندما روح المبادرة ولكن فكرته ما درسها الدراسة الوافية من الناحية المالية والناحية الفنية. فإحنا تركنا جائزة عادة في مبادر في كل سنة، وخاصة مبادر ثلاثة، هي جائزة لأفضل شخصية مبادر بعيدا عن كل البيانات الفنية والمالية والإدارية، فياريت إذا تعلنون أن أفضل شخصية مبادر مبادر ثلاثة. شكرا أبو عبد الله. المهندس منذر المعتوق، فعلا هناك الجانب الشخصي لوحده، يعني كشخصية يعني صفات شخصية المبادر، تم اختيار أفضل شخصية مبادر من الثمانية المتنافسين، وتم اختيار المبادر دخيل محمد الهاجري كأفضل شخصية للمبادر. شكرا أخي الكريم. الآن نريد أن ندعو السيدة الفاضلة خولة الحساوي أم مبارك مع الآنسة أبرار المسعود، فليتفضلون. مبارك تعالي تفضلين. اهلا وسهلا فيك، ونشكر دعمك لهذا البرنامج الشبابي، وهذا مو غريب عليك مبارك، وتفضلي قولي لنا كلمه في هذه المناسبه.
طبعا تشرفت بحضوري مع المجموعة الطيبة اللي موجودين ويانا اليوم، وأخص طبعا بالذكر 8 مشاركين في المشروع المبادر اللي أنا من وجهة نظري وأكيد من وجهة نظر كل كويتي عايش على الأرض الطيبة أنه يعتبر من المشاريع اللي جدا ناجحة، ويؤكد أن هذه البلد بلد ولادة، بلد قاعدة تطلع شباب يملكون طاقات إيجابية جدا عالية، وبدليل التصفيات النهائية لما طلعوا منها 8. فالله يوفق 8 بالكامل. من وجهة نظري 8 كلهم فايزين ولا يتخير واحد عن الثاني، لأن أنا الحلقة السابقة لما قعدت معاهم شفت المشاريع صراحة كلي فخر، وليه هاللحظة وأنا أتكلم فيهم. وأخص بالذكر أبارك حق 3 متسابقين بالنسبة حق مشروع المبادر، وأحيي هالطموح العالي اللي فيكم، الله يوفقكم، وأنتم يعني بجد فخر لهذه الأرض الطيبة، الله يوفقكم يا ربي. في نهاية هذا البرنامج المميز، برنامج المبادر 3، نتمنى أن نرى هذا البرنامج ينمو ويستمر ويتواصل، يخلق أو ليظهر للمجتمع أو يقدم للمجتمع مبادرات ومبادرين ومشاريع وتنمية وطموح وتنامي إن شاء الله لكويتنا الحبيبة، للتقدم نحو ما تستحق من مكانه في المقدمة بإذن الله. أود أن أشكر الجميع بدءا بالمبادرين الحقيقة على تحملهم لنا ولقسوتنا التي بدت عليهم أحيانا لكن مو من قلوبنا، وأشكر حقيقة الجهات الراعية بكل ما في الكلمة من معنى، ونشكر طبعا كل الأخوة والأخوات اللي شاركونا في الجلسة الاستشارية والتدريب، والمخرج أيضا وطاقم الاستوديو العظيم الذي يعني عمل عمله بحرفية كبيرة. نتمنى للجميع كل توفيق، ونتمنى إن شاء الله أن نراكم في مبادر 4 و5 و6 وما بعدها بمزيد من الشباب ومزيد من المشاريع الجميلة للجميع. إلى اللقاء معكم بإذن الله تعالى في المبادر 4 في السنة القادمة بإذن الله تعالى. الرحيم، طبعا أنا جاية اليوم وكلي فخر وكلي سعادة أشارك إخواني من الشباب والبنات في مشروع المبادر اللي يعتبر مشاريع اللي وصلت إلى القمة في الكويت وبنجاح، لأنه يعتبر مبادر الثالث إحنا فيه، وأسأل الله أن ما نوقف عند الثالث، رح نكمل رابع وخامس ونستمر، لأن الثالث أخرج طاقات إيجابية تبارك الله عليهم، فخر وشرف لكل كويتي في هذه ينتمي لهذه الأرض الطيبة. صحيح فازوا 3 و5 يمكن ما فازوا، ولكن في نظر كل كويتي في نظرنا جميعا هم يعتبرون فايزين وشرفونا ورفعوا راسنا. نجاحهم اليوم أثبت إن هذه البلد تطلع شباب بالفعل يملكون من الفكر الناضج، من العقل اللي له أبعاد كثيرة أن الواحد ما يتوقع أنهم يوصلونها. فالله يوفقهم إن شاء الله ومن هالأمام، وأحيي الروح الإيجابية والطموح اللي عندهم.